انا مش دافع لك اجره نفرين عشان تطلع طوالي. طب انا اعمل لك ايه؟ الفوتيز بيعرف التاني بطلت. يلا رجاله زق خليك وازوق انا. وقف يا وسطى. ما معيش برامل. والشرط حصلني على الموقف. احصلك ولا ما احصلكش؟ وانا عارف هروح فين. هروح لابويا ولا لنبيلة؟ انا ايه اللي جابني من اساسه؟ ايه العصا تاني؟ مستحمد عبد السيد سيزر عارف انك ما عملتش الفرامل. هرشك. يس يس. حضر يا بيلي. يلا فندية كل واحد ياخد حاجته. عجبك كده يا استاذ هاني؟ عجبك؟ الفرامل بيفوت والفتيس بيهرب في التاني وزيت الكورونا بيخر والعفشه مش مظبوطه، يعني كل حاجه عملتها بايظه يا اسطى. تعلم السؤال الاول. الله. وبعدين بقى في الغلط ده ما تشوف انت كمان شغلك. وتطلع انت مين يا اخي في سوق السواقين عشان تعلم لي شغلي؟ عموه اتكل انت دلوقتي، اصل عفاريت الدنيا بتتنطط في خلقتي. ماشي ماشي. عبال العفاريت ما تخلص تنطيطك وانا خدت واحد دوري في القهوه. ماشي. وكنت انت خلصت شغلك على فكره. جواب الضرايب جالك على المركب. ضرايب بيليا. ايه يا اسطى؟ في افندي هيجي لك. يا افندي انت ازاي تنزل من غير ما تطلع الاجر؟ انا وانت ازاي تجري من غير ما تديني الشنط؟ هلا بيليا. اي نزل الشنط اللي هناك دي. ماشي. خد بشيشك منه. ماشي. جابر جابر ابن طه المنصوري. ازيك يا استاذ هاني؟ انت ما بتعجزش ابدا. فجر ده الدهن في العتاقي كفر. لا شديد برضو يا جابر. تعال تعال اقعد اقعد. واد يا بيليا. أست. ودي الشنط لبيت شهاب افندي. لا خليهم هنا. هو شهاب اخويا اتجوز؟ لا. غوريا! هو الحقيقه كان حضرة الناظر كان بده منى عينه يتجوز نبيله بنت مراته، بس امها بنت الشماشركي ما وافقتش. ما وافقتش ليه؟ بنت شماشرجي. تعرف الشماشرجي ده يبقى ايه؟ ده اللي كان بيلبس عزيز بيه الجزمه وال زمن يفضص بالضحك. وهي قصدي نبيله لسه متجوزتش؟ صدق يا جابر اكتر من 10 طلبوا ايدها مني، بس امها بتعصيها. وبصراحه بقى ولا مؤاخذه انا مش راضي اضغط على البت في موضوع اخوك ده بقى بالذات. ليه يا اسطى تهامي وهو شهاب ماله؟ يظهر انه العلام الجامد قوي بيشقلط مخ النفر. تقصد ان شهاب؟ لا 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 انا مش اقصد انه هو مجنون. لا 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 بس محبكها قوي. والرزق بيحب الخفيه. استاذن انا استغلني. الا قول لي يا جابر انت مش وسطى لسه برضه؟ اه طبعا. ليه؟ اصل شكلك كده وهدومك بيقولوا انك قبيت على وش الارض. ها صح ولا غلط؟ الحمد لله. وحتى شنطك دي عاملة زي شنط المهندسين اللي بيشتغلوا شركة البترول. اه ايه حكاية شركة البترول اللي بسمع عنها من ساعة ما وصلت دي؟ بس اقعد. وادي بيا اتنين شاي. وماله؟ نولا تلاتة شاي في ريسك دبل على حساب الاستاذ هامي.
الشركة دي فتحت بعد ما سافرت انت من هنا على طول، وفي ناس كتير اشتغلت فيها وهجت. طب وانت ما اشتغلتش فيها ليه؟ ما هو باين حال البلد واقف. لا انا احب ابقى حر نفسي، وبعدين بيمنعوا شرب السجاير هناك، قال ايه خايفين لا تولع حريقة. انا ما احبش حد يقيدني خالص. بس انت غبت المدة دي كلها فين يالا؟ ومش ملهوف على بيتك كده ليه؟ انا جايب لك معايا هدية صغيرة كده يا استاذ وهامي. هدية؟ اي يا زوب يا ابن الزوب يا نهار ابيض. صدق دي أول هدية تجيلي في عمري كله. لكن أنت لسه ساكن جنب حلقة السمك برضو؟ لا عادش فيه لا سمك ولا حلقة. لا آسف بالظبط. هتقعد؟ معلش، لكن أنت ساكن مطرح ما كنت؟ لا انا من النهارده ساكن هنا في الورشه. اتخانقت مع بنت الشمشيرجي، لكن مش هطلعها، هخليها زي الارض الواقف. طب انت لبست السويتر بالمقلوب؟ ايه معلش يا اسطى، انا ما كنتش عامل حسابك. معلش خد ده قيفه على مقاسك. يلا لا يلا سيبوني ده يا اسطى، في عرضك ده مش مقاسك، في عرضك يا اسطى. شهاب افندي؟ ايوه انا ست منى بيلا، ازيك؟ ولا في حد كان يصدق انك هترجع. الف حمد لله على السلامه. الله يسلمك. احنا هنفضل واقفين على الباب كده كتير؟ معلش يا سي جابر، اصل مفيش حد غيري هنا دلوقتي. الاسطه تهام اتخانق معايا النهارده وساب البيت، تلاقيه في الورشه. ما تزعلش مني يا سي جابر، اصل ولادي الناس يعني. لا لا ابدا مفيش حاجه. بالعكس ده يعني حضرتك بتزيدي معزه في نظري لانك ست محترمه. الحقيقه انا كنت جايب حاجه بسيطه كده للبنت الشقيه الصغيره دي نبيله. البنت الصغيره كبرت وبقت عروسه قد الدنيا. صحيح. أيوة. هي فين؟ عند مفاتن صاحبتها. وازاي تسيبها تخرج لوحدها بعد ما كبرت وبقت عروسه؟ ما هم ساكنين هنا قريب، ساكنين في البيت اللي في وش دكان خالك حسين على طول. متشكر. دي هديه بسيطه ليك. يا خان جابر؟ أنا جابر يا خال، جابر طه المنصوري، جابر لوشوان. نسيت يا خال. انساك ازاي يا ابني؟ انساك ازاي يا حبيبي؟ ده انت وحشني قوي يا جابر. انت اللي وحشني قوي 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 يا خال. اهلا يا حبيبي، أنا جيت أهو يا خال. الحمد لله بالسلامة يا حبيبي. رجعت يا خال. أهلا بيك.
على فكره يا خال انا رايح لابويا. خد بالك رايح لابويا، رايح لابويا. يا ما انت كريم يا رب، هو فين؟ عاوز اشوفه. جابر قال لي انه رايح لابوه. فين شاب؟ توفيت بوعدك وجيت يا جابر. مش ابن طه المنصور اللي يخلف الوعد. نبيلة لسه بتحبيني ولا نسيتيني؟ انساك محاولة، ده ولا عمر الدنيا كله يقدر يخليني. خدي نفسك، خدي نفسك الأول. مش مهم، أنا الروح ردت فيا أول ما سمعت. ما تغيرتش يا جابر، برضه زمان كنت تيجي تجعر في الحارة، أنا رايح لأبويا عشان أسمعك وتيجي هنا وأجري وراك. خد يا نبيلة دي هديتي ليك. هديتي انك رجعت وما خنتش العهد. افتحيها بس شوف فيها ايه، عايزه اطمن على فرحتك واجري على بيتنا. سيبنا اتملى منك الاول، عايزه احفظ تاني كل خط في وشك. 7 سنين يا مفتري وشهر وتسعة ايام كان فين قلبك كل السنين دي؟ رائد عيني يا مجنونة، عاملهم لك بالرمل لو كانت بصت لحد غيري. اوعي يا نبيلة، أنا لو في طبع الخيانة ما كنتش جيت. كمان ما كنتش عايز تيجي. أقولك الحق، إن كان أملي ضعيف أوي إني لاقيكي باقي على العهد ومستنياني، والله والله لو قلتلك صوابع العشرة شمع ما هوفكيش حقك. لا شو خسارة فيك 7 سنين وشهر ويوم زي ما انت حاسباهم. لا و9 ايام. لا مفيش رمل تاني. شفت ازاي انك ما حسبتهمش؟ اصل كنت بشتغل. لو كنت بتشتغل مدير الكوبانية حتى كان هيبقى عندك وقت تكتب لي جواب. انت بتعرف تكتب. هكتب اقول لك ايه بس استني. كل سنه كنت بقول لنفسي هانت، السنه الجايه هكمل المبلغ وارجع لك. لقيت السنه بتفوت ورا السنه
لحد ما بقى عمري 35، قلت هستنى ايه اكتر من كده؟ عارف ايه اللي كان بيقويني ويخليني استناك طول السنين اللي فاتت دي؟ نفسي اعرف. كل يوم اتنين كنت اخد قارب الحاج نصر وافضل اقدف لغايه عرض البحر واقعد هناك لوحدي اسرح وافكر فيك وافتكر يوم ما رحنا بورسعيد، يوم ما عمي مات وانت جيت تعز ابويا. انا ما كنتش رايح لابوكي ولا حاجه. ماني عارفه، عارفه انك كنت جاي عشاني. فاكر يومها لما زوغنا وطلعنا على المينا انا وانت؟ ساعة ما شفنا مركب الخواجات، راجل القباه هو بيقدم الست وهي خارجه من باب المركب، ولا الراجل التاني اللي كان بيجيب الكرسي ويقعد الست، وكل ما تنزل سلمه يمد ايده وياخد بايدها. كانوا بيسمعوا مزيكا من غير مغنى. الا اخويا شهاب لسه بيحب المزيكا دي برضه. راجل يحترم الست ويقدمها، ده كان عهدك معايا. ياه، بقى حكايه بورسعيد هي اللي خليتك مستنياني 7 سنين وشهر وتسعة ايام منى عيني راجل يحبني ويقدمني ما يهنيش ولا يضربني زي ما جوز امي بيضربها ويعورها. انت ايه اللي في وشك ده؟ ها؟ لسطة عمي الابيض جوز امي. انا كنت نسيت الحكاية دي بعد ما سمعت صوتك. خلاص بقى ما تبصليش وانا كده، ما تبصليش. انت اتهبلتي يا بنت، انت اتهبلتي. وما تقولش يا بنت، انت يوم ما كنا في نولا بدومة وكان يوم اتنين برضو قلت انك هتسافر وتشتغل لحد ما تحوش فلوس ترجع تخليني ست احسن من كل الستات اللي شفناهم على المركب، ولا انت رجعت في كلامك؟ لا ابدا. خلاص يبقى ما تقولش يا بنت. خلاص يا ست. لا قولي يا هان، نبيلة هان. أمي كانت بتقولي إنها لما كانت بتروح بيت عزيز باشا كانت بتلاقي عزيز باشا ذات نفسه بيقول لمراته يا هان. جابر أنت رحت فين؟ جابر يا شوى ترجع الراجل شفته في حياتي. الشمس قربت تغيب، روحي انتي وانا هروح لابويا اسلم عليه. تروح لمين؟ ايه مش عايزاني اروح لابويا؟ لو انت ما تعرفش. ما اعرفش ايه؟ اصل ابوك الحاج جابر المنصوري تعيشين؟ نبيلة
وانت فين لحد دلوقتي؟ ما انا كده اهو خلاص يام، تصبح على خير. وايه اللي بتخبيه مني ده؟ استني بس يام، افتح لك قلبي يام. نبيلة انت مخبية عني حاجة؟ اتكلمي، ما تخافيش. انطقي، ما عادش عندي صبر. هقولك يام، هقولك النهاردة بس هقدر اقولك انا ليه كنت برفض كل العرسان اللي تقدمولي، ليه كنت بخرج للبحر واقعد في نولة بدومة كل يوم اتنين، قلبي مفتوح للدنيا كلها. هقولك ياما، هقولك. اخويا جابر ابني يا حبيبي ضنايا. صحيح ابويا مات يا امه؟ اللي خلف ما ماتش يا حبيبي. وحشتني قوي، وحشتني قوي يا اخويا. يلا نروح. انا من ساعه ما وصلت البلد وانا راسم في دماغي اني هستنى لحد المغرب. انا عارف انه بيصلي هنا في الخلوه بتاعته، هستنى لما يخلص الصلاه ويقرا الورد. حرما يا ابا، اجري على ايده ابوسه اقول له ادعي لي يا ابا، ادعي لي. أجي من أي شيء غير تراب، تراب. كسرنا كلنا ليه يا ضنايا؟ يلا يلا زمان الرب يخلص. يلا حبيبي يلا نروح على البيت. يلا يلا. كان نفسي أفرح أبويا قبل ما يموت. كان في إيدك تفرح. أمال أنا اتغربت ليه؟ اسأل نفسك. الله، حلوة قوي. هتتجوزي نبيلة وتسافري مع جابر؟ امال انا استنيت السنين دي كلها ليه؟ يهون عليك تفر امك حبيبتي. ما تسيبنيش يا نبيلة، ولا اقولك بلاش، اتمتعي انت بحياتك. يعني جابر خلاص بقى مستعد للجواز؟ يعني جاهز؟ شوفي يما الفستان القباه وانتي تحكم، في عروسه في البلد كلها لبست فستان زي ده؟ مش ده برضو وصف فساتين اولاد عزيز بن اللي كنت بتحكي لي عنهم؟
هتعيشي في العز يا نبيلة. الحمد لله صبري طول السنين دي كلها ما ضاعش هدر. افتنيت يا جابر، قدرت في السبع سنين تقب على وش الدنيا زي ما كنت بتحلم؟ عندك العربيات والخادم والحشم، طب زعلان على ابوك ليه؟ انا ابنه من صلبه. والاب يسيب ابوه وقت محنته وقت مرضه؟ طب بعدين الكلام ده يا امي؟ هو عي كتير من بعد ما سافرت بسنة واحدة، كان يتطلع على السماء ودموعه تغسل وشه ويقول لي يا ترى حاضر أشوف جابر تاني، وكان يسأل وهو محتار ليه جابر عاوز الدنيا من غير ما يتعب فيها، ليه عاوز الفلوس والعز وهو لا عاوز يتعلم ولا راضي يشتغل معانا هنا. ما كنتش عايز اعيش في الفقر، كنت عايز ارجع لك ومعايا صندل بموتور 40 حصان تبقى انت الرئيس بتاعه. وليك رجعت ومعاك تمن المركب، بس فين ابوك؟ كنت فين لما؟ ملوش لزوم الكلام ده دلوقتي يا امي. لازم اخوك يعرف الحقيقه عشان يفهم ويفكر ان ساعه مال العالم ما يغنيش عن وقفه الابن الكبير وسط عيلته. عملت لنا ايه في غربتك يا جابر؟ عالجت ابوك لما جاله المرض؟ اشتغلت بداله؟ منعت اخوك الصغير انه يتبهدل وهو شايل لوحده حمل عيله بحالها؟ عرفت ان اختك الطاف اتجوزت واخوك دي هو اللي جهزها بالقرشين اللي كان بيقبضها؟ تفيد بايه الفلوس اللي جبتها معاك النهارده؟ خلاص سنين الشقة عدت وما بقاش حد محتاج لوقفتك، تفضل متع نفسك انت بالفلوس اللي جبتها. سامحني يابا، سامحيني يا انا ما حققتش حاجه، ما حققتش اي حاجه. كل اللي راجع بيه شويه الهدوم اللي جبتهم، شويه هلاهيل تدوب مع الايام. هي دي الحقيقة، مش قادر أكدب أكتر من كده. هي دي الحقيقة، ما قدرتش أحوش حاجة. أما إيه في إيه؟ احكي لي عن بيت عزيز بيه يا أما. الله، أمال توامي فين؟ لسه ما جاش، خليني جنبك الليلة دي. أنا مش قلت لك تبطلي كلمة أما دي؟ حاضر يا ماما، احكي لي بقى. عارفة يا نبيلة، بيت عزيز بيه ده كان قصر واسع واسع وسقفه عالي عالي والنجفة نازلة من السقف بترمي نور يخطف العين. الله،
اهو جابر هيعمل لي بيت زي ده. ربنا يخليك لي يا جابر. مساء الخير يا استاذ رامي. يا مساد افندي، يا مساد افندي، تعالى يا اخويا في النور هنا. اقرا لي الجواب ده، باين عليه. عارفه من الضرايب، هي حاجه تقلب دماغي عشان اعرف انام. انت ما طعمتش في التقديرات اللي جات لك قبل كده؟ طعمت؟ لو كان عندي فلوس اخد مركب اطلع بيها السويس عشان ادور على مصلحه الضرايب كنت اجرت حته انام فيها. دول قدروا عليك 1000 جنيه في 10 سنين. 1000 جنيه؟ وانا حلت ريال مجمد. انت واخد الحكايه ايزي كده ليه؟ ايه ايزي؟ يعني ايه ده بقى يا اخويا؟ يعني ببساطه. لا هي بسيطه بسيطه. مع السلامه يا اخويا، مع السلامه. سابها هنا ليه؟ انت لسه صاحي يا جابر ومغير يا ابني ونام؟ نسيت الشنط عند التهامي. طب جلابيه اخوك شهابه ايه؟ نظيفه ومكسوره وزي الفل. قوم غير يا حبيبي. لسه ساعة لميعاد المدرسة، ما تيجي نتمشى على البحر شوية. هو جابر قال لك انه جاي يخطبك من الفجر كده؟ يوه بقى يما، مش بنضف بقى. ما وحشكش المنظر الجميل ده؟ انا دايما احب اجي هنا قبل ما اروح المدرسه، وبالذات يوم الاثنين. اشمعنى يوم الاثنين؟ الله، سامع؟ سامع صوت الناي؟ تعال تعال شوف شوف خالك بيعمل ايه. يعزف ناي من امتى؟ بعد الحكايه اللي حصلت له. معقول الخوف يخليه مزيكاتي بعد ما كان بتوه؟ ما هو ده اللي كان محيرني وقعدت افكر فيه كتير. تعرف صوت الايه؟ خالك ده عنده احساس مبالغ فيه بذاته.
دايما فاكر ان هو اقواهم وان هو اشجعهم وان هو احسنهم، لحد ما داس على اللغم فجاه يوميها حس برعب شديد. معقوله العملاق ده كله يتنسف في لحظه؟ خاف وهلوس وصرخ لدرجه الاغماء، ولما فاق اكتشف الحقيقه المره. اكتشف انه انسان عادي جدا وانه بيخاف ولدرجه الرعب كمان. احساس الانسان بانه دايما لازم يكون هو الاقوى وهو الاغنى وهو الاذكى وهو الاحسن بيشل تفكيره في لحظات مواجهه الخطر، بيخلي فيه خوف مبالغ فيه، هستيريا. انا رايح المدرسه. الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلمك. ألف الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلمك. مبروك عليك كبير. الله يبارك فيك يا فندم. وخد يا رأفت ده شوية مكافآت ودبايح وزيطة كده عشان اللي عاملين تنبسط. ألف شكر يا فندم، ألف شكر. العفو يا باشا، ما تبطل بقى يا راجل المروحة، خلينا نعرف ننزل. يلا بينا. اتفضل يا فندم. الله. على مالك سيادة؟ حاسب شوية. أهو السبت فات والحد فات ولا حد عدى وقال سلامات. مش يمكن عيان يما؟ ولا يكون حزنان على أبوه؟ يكونش زعلان مني عشان أنا اللي بلغته بالخبر؟ أنا كنت اتهفيت في عقلي أقول لأبوك مات وعلى طول كده أول ما أشوفه. شيل يا شهاب الحاجات دي. بقولك ايه يا جابر، ليه ما تروحش تجرب حظك في الشركة يا اخي؟ ها؟ ده انت سواق شاطر. والعربيات رايحة جاية على الشركة بقالها كام يوم؟ اصلهم اكتشفوا شواهد بترولية جديدة. Point
برافو 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 فنانة بنتك يا رافض. لا ميرسي يا فندم. يلا بقى يا سوزي غني لنا توينكل توينكل. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above in the sky, like. Bravo, bravo, bravo. Sattar. بس يا هلا بس يا هلا بس هادي تو هلا بس يا هلا يا ديسكو تو هلا اللي هيعمل دوشه ولا هيعمل صوت مش واخد يلا خد طابور واحد طابور واحد بانتظام خش هات الصف يا هلا اقف عدل انت وهو اللي هياخد مره ويرجع تاني انا عارفه مش هديله ابدا اقف طابور واحد هات اللحمه يا هلا خد البره يا هلا خد يا هلا خد 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 يا عتريس خد هلا ميلي خد يا ميلي خد حمرك بنقول لك يا ميلي ده عجل يا هلا عجل متربي في جنينة المدير شخصية خد يا هلا دي حاجة جميلة هاي حتة ملبسك خد خد يا هلا امسك امسك خد يا هلا بتاع الجعافة انت يا هلا خد 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 يا مطر خد بس انت عندك شغل خش الطابور ادعوا له يا سيدي امسك امسك خد يا هلا خد 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 ودي هذا بتاع دكتور انت دخلتها هما كل يوم حلاوه بيه يا استاذ تهمه